الان تقدر تجزم من المكيف اثبت جودته بالسوق ما شاء الله. هذه ثالث دفعه، الدفعتين اللي جتنا قبل ما شاء الله تبارك الله خلصت الكميه. صحيح المكيف جديد بس كان واضح من البدايه من وصفاته من البدايه انه مكيف جوده عاليه ما شاء الله، طلب كبير على المكيف. طبعا الكل يعرفه مكيف سبلت على شكل شباك، مكيف ميديا. مكيف حاليا متوفر لدى محلات المجبل للأجهزة الكهربائية وسعره 1990 شامل التركيب، وهذه الأرقام التواصل للي حاب يحجز. نكرر لكم مواصفات المكيف مع أن شرحناها قبل، خلوكم معنا. المكيف الحين شغال وهذا صوته، هذه أول ميزة، صوت هادئ جدا. الميزة الثانية أن ضمان المكيف سنتين شامل وعشر سنوات على الكمبروسر، يعطيك ضمان عشر سنوات يفرق عن جميع مكيفات الشباك، يعني يعتبر أول مكيف يعطيك ضمان عشر سنوات على الكمبروسر. الشيء الثالث أن المكيف يجيك بكفاءة دال، توفيره مثالي بنفس نظام مكيفات الاسبلت، يفرق عن جميع مكيفات الشباك. لو تلاحظوا جميع مكيفات الشباك كفاءته على الواو، بينما هذا المكيف كفاءة على الدال. الشيء الرابع طبعا مكيف كنترول، تقدر تشغله من طريق الريموت، وفي خاصية الواي فاي تقدر تشغله وانت خارج البيت من اي منطقة من اي مكان تتواجد فيه. خامسا ما شاء الله تبارك الله المكيف انفيرتر، كمبروسر انفيرتر، معروف الكمبروسر هذا بجودته وتوفيره في الكهرب. الشيء السادس انه فتحته جاية بزاوية اكبر بحيث تدفق الهواء يكون اكبر. والشيء السابع أن المكيف توزيعه أربع اتجاهات مريح جدا. الشيء الثامن والتاسع باختصار المكيف جميل جدا وجايك حل مثالي للناس اللي عندها مكيف شباك متأذي من استهلاك كهرب، متأذي من تشغيل المكيف قومة وقاعدة، هذا جايك حل. ما في داعي تسكر الفتحة، ما في داعي تليس وتخسر أبد، حط المكيف هذا وبيحل مكان مكيف الاسبلت.